أهلا بكم في يوميات إفريقية. كانت لنا الأفضلية على الورق ولهم جاءت الأفضلية في أرض الملعب. التوانسة حسموا الديربي رقم 50 لصالحهم وفازوا على المغرب بهدفين مقابل واحد في ليبروفيل الغابونية. كان ذلك في الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثالثة ضمن كأس أمم إفريقيا 2012. لقد صدموا المغاربة وحسموا المباراة لصالحهم عكس التوقعات. الأسوأ في المباراة كان إيريك جيريتس مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم. الرجل أساء توظيف لاعبيه في الملعب وحتى ردت فعله خلال المباراة لم تكن بحجم التطلعات، فالخطوط كانت متباعدة وتوظيف اللاعبين كان سيئا إلى حد كبير، والمساحات كانت فارغة جدا، والانتقال من الخطوط أيضا لم يكن إيجابيا بالنسبة للمنتخب المغربي. فالحارس مثلا نادر المياغري اضطر للخروج من ملعبه في أكثر من مرة وركض ل 43 متر من أجل إحباط المرتدات الهجومية الثلونوسية التي كانت خطيرة، خصوصا بواسطة اللاعب المساكني الذي سجل الهدف الثاني وأحرج بن عطية والقنطري. القنطري دخوله مكان الكوتر يبقى أيضا غير مفهوم مع توظيف المرابط لأول مرة في مباراة رسمية بحجم هذا اللقاء. أشماخ علامات استفهام كثيرة تطرح حول هذا اللاعب وتفضيل دائما على العربي رغم أنه ليس أساسي مع الأرسنال، ومجموعة من الاختيارات التكتيكية لإيريك جيريتس. سامي طرابلسي، اليوم قد نقول أن خبرته الإفريقية كلاعب وكمدرب أيضا مع المنتخب المحلي قد أفادته إلى حد ما، فالرجل للأمانة وإن كان ما زال شابا ومقارنة مع جيريتس لا يملك خبرة هذا المدرب، إلا أن ردة فعله كانت ممتازة جدا وتوظيفه للاعبين كان إيجابيا وتمكن من اللعب بطريقة جيدة. 63% كانت نسبة استحواذ المغرب على الكرة طيلة المباراة، لكن كان استحواذا سلبيا على الكرة. التوانسة بطبعهم يميلون لهذا الطريقة في اللعب. عدم امتلاك الكرة جعل الخصم يبني الهجمات، يتحرك في الملعب، لكن هناك فاعلية وهناك دقة في طريقة اللعب التونسية. مرتدات هجومية سريعة، ضربات ثابتة مركزة يشتغلون عليها حتى في التدريب. بالمجمل سامي طرابلسي لقن جيريتس درسا في كرة القدم الإفريقية. نعود للاعبين في الآخر 5 دقائق من المباراة شهدنا قتالية غير مفهومة. تساءلنا لماذا لم يلعب المنتخب المغربي بهذه الطريقة منذ البداية. لسوء الحظ الحسين خرجة لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل. اليوم نحن في وضعية حرجة. المرشح رقم 1 للتتويج بطلا لكأس أمم إفريقيا يبدأ بهزيمة. ما زلنا في مفاجآت البداية. تحدثنا عن هزيمة السنغال أمام زامبيا وقلنا يجب أن نتعلم من المفاجآت. مفاجأة ثانية تنضاف لهزيمة السنغال، القادم أصعب. يوم الجمعة نلعب أمام الغابون، البلد المنظم في أرضه وأمام جمهوره، معطيات مناخية، التحكيم وعامل الضغط النفسي على المنتخب المغربي كلها ضد أسود الأطلس في هذه المباراة. فريق مطالب بتحقيق الفوز في مباراته الأصعب، الهزيمة تعني طبعا الإقصاء. التعادل لا ينفعنا كثيرا لكن على الأقل يبقي على حدودنا قائمة في هذه المجموعة في انتظار طبعا نتائج المباريات المقبلة. إذا ما كتب لجيريتس والمجموعة المواصلة في هذه المسابقة فعليهم أن يتعلموا الكثير من درس مباراة تونس الافتتاحية. على الورق من جديد لو نتحدث عن مباراة المغرب والغابون، أفضلية طفيفة للغابون، التعادل يبقى الفرضية الأولى، لكن المغرب بعزيمة رجال بإمكانهم تحقيق الفوز في هذه المباراة. من الآن إلى غاية الجمعة جيريتس لديه متسع من الوقت من أجل دراسة هذه المباراة، أخطاء ونقاط القوة وكذلك الخصم كيف يمكن أن يتعامل معه. نتمنى أن يعود أسود الأطلس في كان 2012. يوميات إفريقية متواصلة معكم ولكم في ختام هذه الفقرة. تحية فريق العمل على رياضة بويما طبعا، دائما الرياضة طعم آخر. أطيب المنى وإلى الملتقى.